قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار بالقبض على عصابة إجرامية متكونة من 8 أشخاص. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة مختصة في السرقات والسطو على المنازل والممتلكات العمومية. بعد تلقي الفرقة عدة شكاوي من طرف المواطنين تفيد هذه الشكاوي بتعرض سكناتهم إلى عمليات سرقة مست مبالغ مالية، مسوغات ذهبية وعدة تجهيزات ومعدات، وكذا شكاوي أخرى تتعلق بسرقات طالت ممتلكات عمومية. تم تنشيط عنصر الاستعلامات حيث تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة ينحدرون من ولاية عنابة. أفراد الشبكة اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم. وصلة للإجراءات تبين أن أفراد الشبكة ضالعين في أكثر من 11 قضية سرقة ببلدية سيدي عمار، سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات المختصة قضاء.